هنفتح كده مره كده يعني نتحرك مع بعض بسرعه. بص يا فندم عشان تستفيدوا والفايده تحصل، هو زياره هتنبسطوا ان شاء الله يعني. احنا هنتحرك كده بهدوء كده مع بعض كده بتسلسل، هناخد الضربه الجميله وبعدها هنبتدي. لو هتبداوا تصوروا فيديو او اي حاجه هنبدا النهارده احسن. بص كده يا فندم، انا برحب بيكم في بلاقه ناجح حمادي الجديده. احنا النهارده موجودين في متحف بلاقه ناجح حمادي. المتحف ده بيضم مقتنيات وحاجات بتعود لعام 1928 اللي هو تاريخ انشاء البلاقه الجديده. لازم تعرفوا حاجه يا اخوانا، تمشوا هنا عندكم معلومات لازم تبقوا عارفين. احنا عندنا ده طرفين، بلاقه ناجح حمادي القديمه دي اتعملت سنه 1928 وتم افتتاحها سنه 1930. دي تم انتهاء العمل بيها سنه 2008. عملنا بلاقه ناجح حمادي الجديده في 2008، من 2002 ل 2008. يعني انتوا المكان اللي موجودين فيه ده اهو بيضم جنبرتين، بلاقه ناجح حمادي القديمه وبلاقه ناجح حمادي الجديده. المتحف ده بيضم مقتنيات بلاقه ناجح حمادي القديمه اللي عدى عليها 100 سنه من 1928. فطبعا يا اخواننا في ناس كتيرة جدا ما عرفهاش ايه جلاطه، ما عرفهاش الفرق بين الجلاطه وبين الكوبري. فانتوا الزياره بتاعت حضراتكم هنا لازم تمشوا من هنا وانتوا عارفين يعني ايه جلاطه، عارفين دورها في اداره الميه شكله ازاي، اهميتها ايه، المجهود اللي بتبذله وزاره الري ايه. انتوا لو مشيتوا بالمعلومات دي يعني هيبقى نجاح كبير للزياره، مش مجرد جيتوا تتفسحوا وتمشوا، لا في جرعه معلومات كويسه خالص. اول معلومات لازم تعرفوها ان احنا عندنا منابع نهر النيل. نهر النيل طوله 6700 كيلو بينبع من الجنوب من بحيره فيكتوريا. في بحيره فيكتوريا في الجنوب في دوله اوغندا وكينيا وتنزانيا على الحدود. الميه بتنحدر من الجنوب للشمال، ونهر النيل الوحيد اللي بينحدر من الجنوب للشمال، كل الانهار شمال الجنوب. نهر النيل اوغندا على هضبه ارتفاعها 1200 متر اعلى سطح البحر الابيض. عندنا في مصر منسوب السفر بتاعنا البحر الابيض، وبناء عليه اوغندا 1200 اعلى من البحر الابيض. فالميه بتنحدر، بتنزل كميه امطار على الهضبه الاستوائيه وعلى هضبه بتاع التانا دي، بحيره التانا واثيوبيا. تانا فين؟ في اثيوبيا. تانا فين؟ سيوي. الهضبه الاثيوبيه كلها، يعني لو قلنا 1000 مليار متر مكعب بينزل سنويا وصلنا 55، بنستغل 5% منه. فطبعا يعني كميه ميه تكفي الناس كلها، مش محتاجه صلاحات يعني. فالميه بتنحدر من الجنوب للشمال. طيب الميه لو قررنا ان هي بتمشي، في اعظم مشروع في القرن 21 هو السد العالي. ده اول مشروع اتعمل. قبل السد العالي وقبل المناطق دي كانت الميه بتيجي بتضيع في البحر الابيض. يبقى لازم تعرفوا اهميه المناطق او هي عباره عن ايه. المناطق دي بدا التفكير فيها سنه 1843 في ايام محمد علي. يبقى التواريخ دي غلط، خلوا بالكم 1843. الهدف منها ايه بقى؟ على الرغم من بدل الميه ما تضيع وتروح البحر كلها تضيع والفيضانات، لا بدا اداره وتنظيم والاستفاده من الميه. هي عباره عن محبس فوق في نهر النيل بيتحكم في الميه وبيحجز الميه. يبقى المناطق فكرتها 1843 بتعمل وظيفتين مهمين، بتحجز ميه وبتمرر ميه. هي عباره عن كوبري، في ناس مهندسين ما عرفوش يعني ايه جرادر. فالجرادر ده عباره عن كوبري بس فيه فتحات بوابات. البوابات دي بتفتح وتقفل بنظام معين، اذا كان بلونش او اذا كان دلوقتي اوتوماتيك. فالجرادر عندنا 100 عين، كل عين 6 متر. البوابات بتفتح وتقفل باوناش. طيب انا لما بقفل البوابه بتاعت الجرادر دي بحجز الميه. هنشوف على الماكينه اللي جوه لما بحجز الميه، احنا كلنا فلاحين، الميه بتاعنا تبدا تدخل في ترعه رئيسيه. يعني نظام المياه في مصر يعتمد على نهر النيل، بتاخد منه ترعه رئيسيه اللي هي زي ناجي حمادي الشرقيه والغربيه. والترعه الرئيسيه بتاخد منها ترعه فرعيه بعد كده. وبعد كده حاجه اسمها جني المياه لحد الميه ما توصل للنهايات عند المزارعين. اذا عندك نهر النيل الاساسي بتاخد منه في مناطق رئيسيه، في ترعه رئيسيه بتاخد منه، وبعدها ترع فرعيه لحد الميه ما توصل للمزارعين. مناطق ناجي حمادي بتحجز الميه، هنشوف على الماكينه ده. الميه بترتفع بنظريه الطوال المستطرقه تدخل كده في حمادي الشرقيه والغربيه. دول بيروا حوالي مليون سنه. وباهميه المناطق انها بتساعد في
قريب وزراعه مليون فدان. بتاخد من هنا بتلاقي حمام الشفيع وربيع لحد اسيوط. يعني بتمشي مدينه الاسفار واسيوط. فبتروي الزمام في الثلاث محافظات دول. فاول دور الرياضه بتحسب الميه في الثلاث محافظات بس. في مصر تقريبا مش عارف كام محافظه دي. 11 مليون فدان او حاجه كده المساحه المزرعه في مصر. طيب اول دور بتحسب الميه. ثاني دور بتمرر الميه بمعنى ايه؟ أنا بدأت أنظم عندي محبس أو بفتح مركب فيه. المحطة اللي بعد كده جلطة الأسيوط، أول محطة عندي السد العالي، بعد كده جلطة الإسنة، بعد كده جلطة ميه حمادي، جلطة الأسيوط، الجلطة الخيرية، وبعد كده رشيد ودمياط والقصة دي. وإدفينا ومجموعة بحري. طيب أنا لو بتاع أسيوط عاوز ميه سياحة، بيتصل عليا فاتح له البوابات كده المحبس والميه تروح لأسيوط. يبقى أنا حجزت ميه عشان أغزل مليون فدان، الترع اللي بتغزل مليون فدان. ومررت ميه عشان اخواننا اللي في اسيوط والقاهره وبحري ياخدوا قصتهم من الميه. برضه لو لا قدر الله حصل مشكله ده محبس انا بحكم الميه بعتبر الحبس ده احد بحجز فيه ميه، قدرت دي بحجز فيه ميه زياده. يبقى انت برضه بتنظم الميه بتاعتك مش سايبها كده تضيع. الفكره 1843 عشان احول الري في مصر من الري كان اسمه زمان بالحياط للري الدائري. يعني زمان كان بيحول من الحياط للدائري. اللي هو الناس الميه تدفع على الجسور وعلى الاراضي وتنحصر بعد كده والايه ويخش الناس تزرع. ده جنب الفيضان جنب الفيضان. لا بعد الجلاطه اللي عندك الميه السنه كلها. بعد السد العالي احنا داخلين دلوقتي في حته ثانيه الري حديث. فبرضه كل شويه بتتطور وبتبقى في بيتعصر. فده فكره ببساطه احنا عن الجلاطه. طب الجلاطه الجديده وانت شايفين؟ 2008 لا 2008 2008 هدخل عليها ونشرح عليها. فده يا اخوانا كده فكره مناطق البساطه والتاريخ. الفرق بين المناطق والسد، يعني الفرق بين السد زي سد صوابع السد العالي والمناطق. هو المناطق هي عباره عن منشا فيه فتحات بتتحكم في مرار الميه، على السد اللي فاهمه هو بيزيد محطه الكهرباء او مجال الكهرباء وبيحجز ميه اكثر. وبيرتبطوا حاجه صناعيه بيخزن فيها. في محيره وراء بالظبط. حتى الدكتور زي كده في سد قوي هنا برضه بيحجز ميه وبيولد وراه الحيط في الطريق. لكن المناطق ما فيش بحيره وراها. ما فيش بحيره. المنسوب بس هو بيرتفع مع المنسوب بالظبط. سد نوشا اكبر من الجماد. الجماد دي عباره عن رياضه الحاجز واجراء وتنظيم. بس. اما هناك لا هو بيخزن. في تخزين لك. تمام. عندك انت بيخزن في توشكا وبيخزن في المحيط. في محيط ناصر وبعد كده طيب فكره المتحف يا اخوانا كده ببساطه جاتنا لما استلمنا احنا التفتيش